صحيح طول الوقت عم بعمل أفلام عن القنيطرة، والقنيطرة كتير مرتبطة بالصراع، فكأنه السؤال بداخلي تراجع إنه يا ترى هو فيلم عن الصراع ولا عن سينمانا اللي غالبا كانت معنية بكل أوجاعنا الداخلية. والله بريد، بتمنى كتير فيلم عن الصراع العربي الإسرائيلي، عن الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجولان السورية، عن تدمير القنيطرة، عن شو؟ أنا أول مرة اكتشفت صورة القنيطرة اكتشفتها من خلال فيلم قنيطرة 74. ثاني شيء، أول مرة تعرفت عليها بالواقع كان بمناسبة هيك تعاوننا على فيلم الليل. كانت أول مرة بزور هالمنطقة، يعني هالمدينة هي اللي صارت أسطورة فيما بعد، واللي أرادوا الإسرائيليين مثل ما ذكرت أنت إنه يخلوها جرح، وبنفس الوقت درس قديش ممكن يغالوا بهمجيتهم يعني بعدوانهم. يا ريت يا ريت يا عمر عرفت المدينة مو بس عبر السينما، عبر الواقع. يا ريت شميت هوا القنيطرة اللي هو هيك بيخلق عندي دائما شعور بالحياة. صحيح مرات الواقع ما بيحمي الأشياء، بس يخيل لي إنه السينما عم تحميها. على كل حال، لو كنا بنعرف إنه القنيطرة رح تدمر، يمكن كان الواحد بيتمنى إنه يعيش فيها ويموت فيها أكثر من إنه يحولها لذاكرة بخياله أو صور معمولة بالسينما. بالنسبة لي أخشى ألا يكون الأمر كذلك، فبمناسبة عملي على هذا الفيلم وقفت على حقيقة مأساة النازحين عن مرتفعات الجولان المحتلة، والتي ما زالت تتمسك بها إسرائيل حتى الآن بحجة ضمان أمن حدودها الشمالية مع سوريا. حول هذه النقطة يقول وزير دفاع إسرائيل خلال حرب 67 موشي ديان: في اليوم الرابع من حرب الأيام الستة جاء عند ليفي إشكول رئيس وزراء إسرائيل يومها وفد من المستعمرات ليقنعه بضرورة محاربة السوريين الذين كانوا لا يشكلون في ذلك الوقت أي تهديد لنا، إذ كان سكان المستعمرات يطمعون بأراضي الجولان الزراعية الطيبة ويحلمون بها. وسأروي لك كيف كان يقع 80% من الحوادث هناك. كنا نرسل إلى المنطقة المنزوعة السلاح محراثاً آلياً ليفلح فيها، ونحن نعلم مسبقاً بأن السوريين سيفتحون النار علينا، وعندما لا يفعلون كنا نجعل المحراث يتقدم إلى مسافة أبعد حتى إذا ما استفز السوريون وأطلقوا النار علينا فعلاً فتحنا نيران مدفعيتنا وأرسلنا من بعد طيراننا.